السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير. هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. تعالوا النهاردة يا جماعة نكتب بخط النسخ كده ونحسن خطنا بخط النسخ. هنكتب آيات أو نكتب آية قرآنية من سورة الحج. تعالوا نشوف هنكتبها إزاي. هنكتب الأول البسملة كده بخط النسخ. ركز مع حركة سير القلم أثناء عملية الكتابة، إن شاء الله إيه ستستفيد. طبعا النهاردة الكراسة مختلفة، الموضوع بسيط خالص انك تقدر تحسن خطك معانا بسهولة. كراسة وقلم، مش قلم خط عربي كمان، لأ انت حت قلم عادي خالص من المكتبة بجنيه ونص ولا بتلاتة جنيه ولا اربعة جنيه ايا كان بقى على حسب الجودة بتاعته. وهقول لكم في نهاية الفيديو القلم اللي احنا بنستخدمه ده، زي ما قلنا قبل كده والله في فيديوهات كتيرة جدا، هنقول برضو في الفيديو ده في نهاية الفيديو هقول لكم القلم اللي بنستخدمه ده اسمه ايه، لان يعني في ناس كتيرة جدا بتسأل عن القلم، فهنقول ان شاء الله كل حاجة، كل حاجة مش بنخبيها عن حضراتكم. يعني انا عايزك بس تركز مع حركة سير القلم اثناء الكتابة، ان شاء الله ايه ستستفيد. وحاول ان انت برضو يعني ايه لو ابنك بيتفرج علينا ما تخلوش يتفرج لوحده، وما تخلوهوش يكتب معانا، يكتب بعد ما نخلص كتابة. بعد ما نخلص كتابة يبدأ هو ايه يعيد الفيديو من جديد ويبدأ ان هو ايه يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكتب كده الذين. الآيات اللي أنا هكتبها دي يا جماعة والله بحبها جدا، هو القرآن كله جميل ولكن الآيات دي بالذات أنا بحبها جدا جدا جدا. الذين إن مكناهم احنا هنكتب برضو النهاردة كده ايه، نحاول نكتب بسرعة مع ان احنا قلنا لحضراتكم ان الناس اللي بتعلم معانا جديد يحاولوا ما يكتبوش بسرعة. الذين إن مكناهم لأنك أول ما بتعلم حاجة جديدة المفروض تتعلمها إيه ببطء، ما تحاولش إن أنت تتعلمها بسرعة علشان ما تخطئش فيها، بعد كده هتلاقي الامور معاك سهلة جدا جدا جدا، هتلاقي الموضوع سهل معاك اما تعرف شكل ايه، اما تعرف شكل الحرف. الذين ان مكناهم في الارض الايات دي جميلة جدا يا جماعة، او الاية دي بالذات انا بحبها جدا، هحاول ان انا برضو في اخر الفيديو كده احاول ايه نقرأها مع بعض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا هنكتبها زي المصحف، طالما بدأنا الكتابة زي المصحف هن إيه هنكملها للنهاية زي ايه زي المصحف. اتمنى يا جماعه الناس اللي بتتفرج علينا انت في حضره القران الكريم، فاتمنى انك تضغط لايك، والناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك في القناه، والناس اللي مش مفعله زر الجرس تفعل زر الجرس علشان يساعدونا ان احنا ننشر القران الكريم وننشر الكتابه بخط جميل.
احنا هنا بالمعروف شوفوا احنا ايه استفدنا هنا ان احنا اتزنقنا شوية في بالمعروف دي، اتزنقت هنا شوية فايه الامور عدت معانا على خير يعني. بالمعروف ونهوا ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. في ناس يا جماعة بتستخدم الخط ده، خط النسخ، هو طبعا بيكتب بيه القرآن الكريم، ففي ناس بتتعلمه خصيصا وأنا أعرف ناس كده والله، يعني بصراحة الموضوع معاهم جميل جدا، وأنا من أمنيات حياتي إن أنا أكتب القرآن بخطي. في ناس بتستخدم الخط ده أو بيتعلموا الخط ده علشان مخصوص علشان إيه يكتبوا به القرآن الكريم، ينالوا شرف كتابة القرآن الكريم بخط يديه. نسأل الله التوفيق للجميع يا رب، ويا رب في يوم من الأيام أقدر إن أنا أكتب القرآن الكريم كاملا بخطي، لأنها من الأمنيات يعني. تعالوا بقى نقرأها كده مع بعض وبعدين نتكلم عن الأقلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أنا مش قارئ القرآن يا جماعة، أنا بحاول إن أنا أجتهد في قراءة القرآن واحاول ان يبقى صوتي كويس. بالنسبه للاقلام يا جماعه اللي بنستخدمها، اللي هي الاقلام دي، القلم ده يا جماعه اسمه الوان، وقلت قبل كده والله اكتر من مره وفي ناس كتيره بتسالني، فانا بقول تاني للناس اللي مش عارفه، القلم ده اسمه الوان 0.7، الوان 0.7 هتلاقوه في المكتبات الكبيره وخصوصا مكتبه الوان بالقاهره او بالمحافظات الاخرى، مكتبات الوان هتلاقوا القلم ده. القلم ده يا جماعه قلم ممتاز جدا، قلم جميل جدا، تقريبا القلم ب 10 جنيه تقريبا. فاتمنى ان اللي مش عارف القلم يكون عرفه وعرف اسمه وعرف شكله. القلم اهو قدام حضراتكم، مش بخبي حاجه عن حد والله، الناس كلها تكتب و تتمتع بالكتابه بتاعتها. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب.